بدي احكي لكم عن موران دينميوس. عمره 3 سنين من طبرية السنة 1988. لمدة شهرين كاملين موران تعرضت للعنف الشديد من عمها اللي كان يتفشش فيها، يعني كان عامل منها كيس اللاكي بتاعه. مرة من المرات عمها ضربها وعنفها لحديت ما موران اللي عمره 3 سنين فقدت الوعي. أخذوها على المستشفى، هناك ماتت من العنف اللي تعرضت له. عائلة موران، الحاضنة، الجيران، وكتير ناس كانوا يعرفوا عن العنف اللي كانت موران تتعرض له بشكل يومي، ولا حدا بلغ. السؤال هو ليش موت موران؟ وإنه كتير ناس كانت تعرف عن العنف اللي كانت تتعرض له بشكل يومي ولا حدا بلغ، عمل ضجة كبيرة وجدل عام كتير قوي اللي صحح القانون وحدد إنه عنف اتجاه الأطفال هو جريمة جنائية خطيرة إجباري وواجب الإبلاغ عنه للجهات المسؤولة. إيش هو واجب الإبلاغ؟ كل إنسان بيعرف أو بشك إنه في قاصر أو عاجز بتعرض للعنف والإهمال من الشخص المسؤول عنه، واجب عليه التبليغ فوراً. ليش إجباري نبلغ؟ لأنه الشخص اللي لازم يحمي الأطفال ويدير باله عليهم هو نفسه اللي عماله يأذيهم ويعرضهم للخطر. لهيك القانون أجى عشان يحمي الأطفال. كيف بدك تعرف إنه هذا عنف ولازم تبلغ عنه؟ القانون بنص على إنه بكفي يكون عندك أساس للشك. فيش حاجة تجيب لا أدلة ولا براهين، بتشك بلغ فوراً. لمين لازم نبلغ؟ بنبلغ الشؤون الاجتماعية أو الشرطة. مظبوط، صعب كتير إنه الإنسان يبلغ. بلكي إذا ببلغ بيكون شكي مش بمحله، بلكي إذا ببلغ بسيء لسمعة العيلة، بلكي إذا ببلغ بعرض الطفل للخطر أكتر وأكتر، بلكي إذا ببلغ بعرض سمعتي أنا للإساءة، بلكي إذا ببلغ بنعكس العنف ضدي أنا وبنتقموا مني. يمكن منخاف إنه نبلغ. فكروا في الولد اللي بتعرض يومياً للعنف، قديش هو خايف. العنف اتجاه الأطفال مستمر بسبب دائرة الصمت. الأطفال اللي بتعرضوا للعنف بشكل يومي مش بمقدورهن يوقفوا هذا العنف لحالهن، هن بحاجة لمساعدتنا. بمساعدتكم ومن خلال التبليغ ممكن نصلهم ونعالج الضرر. مهم نتذكر الإبلاغ مش بس واجب قانوني، وكمان واجب أخلاقي وإنساني. تعرفوا طفل اللي بتعرض للعنف والإهمال؟ تتركهوش لحاله، اتصلوا للاستشارة والإبلاغ.